حقيقة لأنه هذا درسناه إحنا. طيب نسمع التبويب التالي. نعم اسمع. باب إذا لم يوجد صاحب النقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. نعم، إذا لم يظهر صاحب اللقطة فهي إيش؟ مضت سنة، فيتملكها هذا الذي وجدها واعتنى بها ومكث سنة يعرف. يا جماعة اعتبر بمثابة مكافأة، سنة أمين يعرف بالمال ولم يقصر ونفسه زكية لا ينظر إلى هذا المال، واجد 5000 دينار طول السنة يعرف فيه، فعلا ينم عن ديانة واستقامة. إذا ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ ماذا يصبح معنى هذا التبويب أحمد؟ لهذا باب في بيان إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لواجدها. نعم، فهي لمن وجدها. طب هذا صاحب الذي وجدها ربما يكون غنيا، فهل الحكم للغني أيضا يأخذ؟ الجواب نعم، هذا عام، سواء كان غنيا أو فقيرا فهذا رزق ساقه الله إليك. وبعض الناس يزيدهم الله من فضله، يزداد نعما وهو يزداد عبادة ويزداد تقربا ويتخذ المال وسيلة للتقرب إلى الله. ما تغلب حالك، شو بدك تجمع ذا القبر انت؟ لا لا لا، تيجي المفاجأة، هذا إذا وصلت لهي الدرجة انت. لا 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 لا، أنا بدي أعمل للآخرة. معناته شو بدك تساوي؟ بتتصدق. حضرتك عمرك رحت عمرة؟ لا والله، بدي أطلعك على حسابي. طيب جزاك الله خيرا، بس هاي مبلغ بدك تحط 250 ليرة تقريبا. بهن هذول راجعات، بدور على الأعمال الصالحة، بدور. حضرتك شو أنت بدك تتزوج ومش قادر؟ قديش عمرك؟ عمري 35 سنة. لا، أنا بعطيك وتزوج، بعطيك المهر. بدور على أشياء، أشياء هاي هي المفاجأة. إنه طبعا العوام مباشرة بس يقول لك هذا إنسان بعطي فلان وبعطي فلان، شو راح يقول لك؟ هذا راح يخلص إيش؟ مصاري. المفاجأة إن المال يزيد، وأخبار وقصص الصالحين والعباد والعلماء كثيرة في ذلك، لكنه عندهم شيء ربما لا يكون عندنا إلا شيء قليل، وهو اليقين. اليقين أنك توقن أنك إذا ساعدت أخا لك في الله بأن المال سيعود لك وزيادة، فعندها اطمئن. ولذا ابن القيم يذكر عن أحدهم قال: والله لو كشف الحجاب ورأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا، أنا موقن 100% بالجنة والنار. ها كلام، وإن كان ابن القيم يقول: ومع ذلك عين اليقين غير علم اليقين، فهي درجة أعلى. وحق اليقين أنه عايش الأمر. طيب.